مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد وقصة جديدة من قصص برنامج صفحة جديدة. مش عيب كل إنسان يغلط، كامل نغلطوا في حق روحنا، نغلطوا في حق عائلتنا، نغلطوا في حق ناسنا، في حق حبابنا، كما قلت لكم احيانا في حق حتى نفسنا. بصح العيب كي الانسان ما يديرش مجهود اولا باش يستعرف مع روحه بالغلطه اللي دارها، وثانيا باش يعتذر من الانسان اللي غلط في حقه. الاعتذار عمره ما ينقص من قيمه الانسان، بالعكس يزيد قيمته تجاه نفسه ويزيد قيمته تجاه الناس اللي دايرين به، خاصه اذا هذا الخطا كان مع واحد من اقرب الناس لينا اللي هو الاب. راح نروح مباشره نستضيف ضيفنا اليوم، صديقنا عبد الوهاب، مباشره تحت صفيقه الجمهوريه. يلا مرحبا. صافا لاباس بيان؟ مرحبا عزيزي، تفضل. واش راك يا عبد الوهاب؟ والله الحمد لله لاباس. الله يبارك بخير. واش عيطوا لك؟ قالوا لي عندك اسم سبيسيال عيطوا لك. بوتي. بوتي؟ ايه. حي على بوتي. وشو بوتي؟ وش عبد الوهاب بوتي؟ كيفاه؟ من صغري رايح بهذاك الاسم. منين؟ بصح منين جاء لا سورس تاع بوتي هذا؟ منين؟ من عند خويا. خوك كان يعيط كان يعيط لك بوتي؟ خوك صغير ولا كبير؟ لا الكبير عليا. الكبير، داكور. الله يبارك. شحال في عمرك عبد الوهاب؟ 27 سنة. 27 سنة، واش دير في حياتك؟ خدام. تخدم واش تخدم؟ لامين وزري. لامين وزري، شاطر شويه ولا؟ الحمد لله. لا باس. المهم تجيب الخبزه. ها باينه. هذاك هو الصح، هذاك هو الصح. قريت ما قريتش؟ وصل دوزيام. دوزيام اني سيام ولا ليسي؟ سيام. سيام. ومن بعد تيك حبست، ما ساعدتكش القرايه ولا داتك الدنيا؟ الزهو. الزهو داك. الزهو وقتاش بدا يديك؟ من سيام ولا شيام قبل سيام؟ احكي لي اخواني معاك. مولا 15 سنه. على البكري شويه. على البكري. اي. بوتي بدات شويه على البكري. على البكري صح. اها. داك زاو الدنيا اللي هو الدخان ولا المخدرات ولا النساء ولا الزهو ولا كاع كاع باك. داكور. لونتوراج تاعك الحومه اللي كانوا في المسيد وين؟ الحومه. الحومه. تما نظن باللي هكذا باباك ويماك شقاو معاك وتعبوا معاك على البكري. شقاو معايا والحمد لله ربي يسترهم لي. ربي يحفظهم لك ان شاء الله. شكون يتعذب معك اكثر في صغرك، باباك ولا يماك؟ في زوج. في زوج. اكثريه بابا. وخاوتك الاخرين كانوا كيما انت هكذا خفاف شويه ولا؟ الله يبارك. عاقلين، الكبار عاقلين والصغار. انتم شحال في الدار؟ سته. سته دراري؟ كاع دراري؟ اربع بنات وزوج ذكور. انتم غير زوج ذكور، تسمى خوك تسمى المسؤوليه اكثر باسكو عندك غير خوك واحد، تسمى شغل هو عاقل وانت شويه خفيف، تسمى هذيك هي. هذيك هي صح. اوكي، كي كنت تدير المشاكل واش بابا كيفاش كان يتعامل مع المشاكل اللي كنت تديرهم؟ تسمى كان من نوع دوك البابات كيفاش؟ ابوتي كاين بابات اللي يضرب، كاين بابات اللي يساعف، كاين بابات اللي بلسان، كل واحد كيفاش. باباك واش من نوع؟ بلسان. بلسان. تسمى كي يهضرهم لك تقول له كان يضربني ما يهضرليش هكذا. ما نجمش نواجه، نكذب عليه. ما نجمش نواجه بابا. نحشم منه مانيش عارف، لا نهرب له، دي فوا نهرب له. على نخاف نجرحه بالكلام. باسكو هو تعب معايا في هذه الدنيا ما نكذبش عليك. عييتو بزاف، ان شاء الله ربي يسمح لي. واش كنت دير كي كنت صغير؟ كيفاش كنت تعييه؟ واش العفاسي كنت ديرهم؟ عفاسي؟ طريق المخدرات. هو كان على باله. على باله. واش كان يدير لك؟ واش كانت ردة الفعل تاعو كي شاك فوا يعرف بلي راك تضرب ولا راك؟ يهضر معايا ينصحني منا صانا ما كنتش ندير عليه. انا كملت فيها. من بعد 16 سنه 17 سنه بديت دخل في الميليو هذا، بديك صرب لي مشاكل ما نكذبش عليك. وليت لابوليس حاكميني الشروعات، عييتهم معايا بزاف. هو عيا ما في صحته انتبهت له. ما كاش كيف الابن ما ينتبهش لباباه في الصحة تاعو بلي ما طيحش. فما ما نكذبش عليك، انا ما نجمش نقابله، نكذب عليك نضرب شهرين ثلاثة اشهر ما ندخلش لدارنا. هو يحوس عليك؟ ها؟ يحوس عليك؟ يحوس عليا من ذاك، يسقسي عليا. ما كاش في الدار اللي يسقسي عليا كيما بابا. مام يماك؟
يمه ما نكذبش عليك يعني الام وحدها برشا الام وحدها صح ما نكذبش عليك الام جبده اخويا الكبير بابا طول انا يا العزيز تاعو مازوزي تاعو تسمع على قد ما انت المازوزي تاعو على قد ما انت كنت معايا كنت معايا ياك صح وش هو الموقف اللي في حياتك ما تنساهش موقف عيان درته مع باباك ولا رياكسيون عيانه ولا حاجه عيانه درتها مع باباك ما تنساهش افي تقعد دائما في راسك عندها 7 سنين ما نكذبش عليك ديت واحد الامانه كانت في الدار هذيك اللي ما ننساهاش وهذيك هي اللي ما عذبتني ما نكذبش عليك واش درت شحال شحال كان هو مخبي دراهم اه قيمه 20 مليون ديتها واش درت بها على راسي ولا هذا الشارع ما رحمنيش انا تربيت في الشارع نحكي على نفسي تربيت في الشارع وقفوا معايا رجال ما نكذبش عليك وصبت رجال معايا على جبدوني من هذيك الطريق وليت نخدم في الحلال والحمد لله ربي يخليهم انت كديت له هذوك الدراهم هو عرف عرف واش كانت ردة فعل تاعو ردة فعل تاعو وقف قدامي ما نجمش يهضر معايا هذيك اللي ضرتني بزاف ما قال لك والو ما ضربك ما والو ما ضربني لا والو يوه يا كان ضربك خير في داخل تقول كان ضربني وبرد قلبو وسيبو والله غالي لو كان ضربني بس كون نتفكر حياتي كيف جازت مول 14 سنه 15 سنه بالك 48 ولايه نصها قاعده دايره بعمري 14 سنه تسمى هذه الدنيا قراتني بزاف ما ادري انا صغير قراتك على البكري قراتني على البكري ماشي غير المسيد اللي يقري صاحبي اه المسيد لا مسيد عمر ولا كان يقري اشكر انا نشوفه يوم بالك تشوفه قاري منا يتصيبوا برا ما لا خدمه من نهار ديت له دراهم لليوم ما هدرش معك كاع في السوجي ما هدرش معايا صح حسيته غريب عليا عندها الحكاية 7 سنين 7 سنين هادو كامل كيفاش راهي علاقتكم علاقتي معاه صحة صحة مش راك هذا وش كاين ما رياحش معاه جامي يعني ملي نشوف روحي جامي رياحت مع بابا فوق زوج سوايع ولا ساعة في حياتي عبد الوهاب كل إنسان يدخل في طريق الكاشيات والإدمان توجور صرا له ان ديكليك صرات حاجه في حياته باش ديباس باسكو علاش هادو كامل عقبات في حياتنا الانسان يكون يدير في بالو كل شيء بعيد عليه كامل دوكا تروح عند اي واحد مدمن اي حاجه يقول لك هذه كانت بعيده عليا ومن بعد صرات حاجه اوب جرب هذه صرات حاجه جرب هذه حتى يلقى روحه جرب كامل واش جربت انت في حياتك واش العفسه الديكليك اللي صار لك في حياتك باش لقيت روحك تشرب الكاشيات ياك كاشيات ولا زطلع كلش وش الحاجة اللي صرات لك وخلاتك توصل للكاشيات والكلش شنو هي الفقر كيفاش فقر ما كاش يا ترى 8 من الناس في زوج عائلة 8 من الناس في عائلة واحدة نصهم قاع بنات وين راح ترقد ما كاش المعيشة ما كاش خدمة باباك مشي خدام عنده طابلة تاع دخان كيفاه تروح دير ما عندوش باش طفل فمايا واش يدي يخرج للشارع والشارع ما يرحمش واه وباش تخرج للشارع لازمك تكون ذيب باسكو كاين ذيابه بزاف تتصوالح اللي ما يداروش تتصوالح اللي ما يداروش مثلا بحث بحث الدواء بعت كلش سرقت صراحه انا نحكي لك بس خلاص انا ما على بالي بحتى واحد في هذه الدنيا ابار اني حاب رضا الوالدين هذا واش كاين ماني نحوس مال ماني نحوس الدنيا هذه خلاص نحوس رضا الوالدين باسكو
بلا رضا الوالدين ما دير والو في هذه الدنيا. والو والو ما تسييش كاع. ما تسييش ما تسيي والله ما تسيي كاع. باسكو والله ما تربحها. وين تروح؟ والله ما تربح. بلا رضا الوالدين. الأب إيه صح هي الأم ثم الأم ثم الأم ثلاث خطرات صح الأب شكون لو يوصل الماكلة شكون اللي راه يشري شكون راه يقضي شكون راه يدعم شكون راه يتعب على جال ولاده الأب جامي واجهته وهذه أول مرة راح نواجهه فيها ونقول له يا بابا اسمح لي في هذه الدنيا ما نحوس والو غير رضايتك الحمد لله اني خدام نجيب نهاري حلالي الحمد لله خاطري جبت على صوالح بزاف كنت مدمن لواحد الدرجه حتى انت ما تخيلهاش كنت نوض من 6 تاع الصباح وانا نعمر وانا نعمر ما نحبش غير 3 تاع الصباح نرقد سوايع 6 سوايع نضرب 3 ايام 4 ايام تخمه ما نرقدش ديجا دوكا كيما راني معاك عندي 4 ايام ما رقدتش زين ديجا شفت بعينك واش صرالي اليوم شفت شفتها بعينك علاه ما درتش على النصائح تاع الاب تاعي اللي كان ينصحني وانا صغير تبعنا هذه الطريق هذه الطريق ما تخرج عليها حتى واحد مهما تكون مهما تكون تطلع 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 ما عندك تهبط واذا هبط ما تعاودش تطلع اما طريق الحلال تتعب وكلش صح ربي ما يخليكش صدقني بالله درت جميع حاجات احرام دوكا بالك عندي بالك 7 جوج مات علي من اجل دوا اجل تطلع اللي في القلب فراح نقول لك مش بالسهل باش يخرج لازم تكون عندك الجرأة باش تقابل هذاك الشخص عندي 7 سنين وانا نخمم فيها كيف نقابل بابا الاب تاعي كيف نقابله ما قري انا المحبوب تاعو كاش حاجه يعيط لي ليا اي حاجه اي حاجه يعيط في التليفون يعيط لي ليا ما قري انا ايش الفدار صحه صحه كل حاجه يعيط ويتكل عليا اكثر من خويا الكبير خطر على بالو بلي واش يسوى ما قريني في طريق عبجة صح تاكل على شقايا صح ضريتهم وما نكذبش عليك غبنتو بزاف في هذه الدنيا غبنتو بزاف نجي نطلب من السماح قلت لك ونعاود لك ماني نحوس على حتى حاجة ما على بالي حتى راي تاع ناس واش يهضروا باسكو الاب تاعي امن في الحومه قاي يبغاه ما كانش تلحق لحومتي قول لهم احمد شو واش يقولوا لك ما شاء الله عنده 4 بنات واحده زادها في 2007 تصدقني كي تريح معاك فرنسي لونجلي حتى انت بتاعي واحده في 98 ما شاء الله تخرجت واحده في 2000 ما شاء الله تخرجت عندي وحده كبيره 92 قاعده في الدار ما شاء الله واش نقول لك الاب تاعي يبقى واش نقول لك في قلبي حبيت نواجهه تأملني حبيت نواجهه كي نقف معه في الدار نقول له يا رواه دير يدي يا مورا اسمح هذه
يبدا يهدر يهدر يقول يهدر. ما عنديش واش نهدر يا بابا، ما عنديش الكوراج باش ريبوندي. وكش ما نسحق زعما باريكزوم راني مسافر طلع البحر راني ولا بالعباس ولا مانيش عارف، من ذاك ما يكونش عندنا دراهم نروح ليه يا بابا راني مسافر شويه دراهم. والله العلي العظيم هاي جبت يقول لي هاك بيت ونايا وش ندير؟ نأذي فيه مرض فيه هو ما يستاهلش هذا الشيء. بابا بقول لك تغرب على دارهم وهو صغير فهمني سمع ذاق ميزيريا انا ثاني حس بيه والله غذاق الميزيريا كي كان صغير او في الجي في البليده شو حياته كون نقول لك ما قرينا ما كنت زايد في هذاك الوقت صح الناس كبار يحكيوا لي عليه فما زاد كبر في عيني كبر في عيني وانا جبت له هنايا باش نشكره ونقول له اسمح لي يا بابا انا عييت عييت من الداخل عييت نجري عييت نجري عييت نجري عييت دوكا ما نسحق والو كان يقول لي يا بوتي اختك من ذي الطريق نقول له يا بابا انا خاطيني اختيك يا ولدي يجي النار تفكر كلامي واش نقول ما درتش عليه تبعت الزنقه من كثرة الاصحاب كثرة الاصحاب تبقى تقول له صاحب كاينه منها دير اخ في كتابك هذاك هو اللي تصيبه ما قري ما نكذبش عليك من ذاك كنت نحس روحي بعيد على دارنا صح من ذاك كنت نصيب دار واحدة أخرى اللي تربيت عندهم دار لافامي عشار عشار فاطمة أو وليدهم راهو معانا حاضر كتقول لي يا وليدي هاك المفتاح ريح نضرب بالشهر في دارها شهر نروحش ليما انا يما كنت ما نروحش ليها ما نكذبش عليك صبت الصوالح في هذيك العائله ووقفوا معايا ورباوني والحمد لله والاب تاعي يقول له زير هو او يقبع علاه زيرو باش نحط راسي في الخدمه ما نعاودش نرجع لهذيك الطريق صح انا واش ندير نعاود نرجع ليها نعاود نرجع ليها نعاود نرجع 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 نفس الغلطه نعاود نطيح فيها نفس الغلطة بقى في عمري 27 سنة عندي كاين شكاية تاع دراهم والله العلي العظيم ما سبنيتهم علاه ميزيكا درهم حرام ما يدوموش كيف راح نقابل مولانا كيف راح نقابل مولاي انا بلا رضاية البلدين كيف انت واحد من الناس تشوف الاب تاعي ماشي راضي عليا هكذايا وتشوفني انا اذيته بالك في قلبك انت تريبوندي لي قولي وعلاش ان شاء الله يسمح لي هو والاخ تاعي محمد الكبير ان شاء الله يسمحوا لي بهذه الدنيا معليش يقولوا كان من نرجعش للدار موالف نعيش برا يا لو كان هذه الليلة التالية مهم يسمحوا لي أنا موالف بالزنقة من صغري وأنا في الزنقة هذه نحكي لك الصراحة والأب تاعي كي جبته لهنايا جبته باش نكرمه أنت أحسن أب وأحسن شيء في هذا الكون مشينا وجربنا و...
رانا تعلمنا من الدفوت تبعنا حتى حاجه مدو مع التالي اخرتها كفن نص تراب حتى ذاك الكفن ويتقطع مدو معنا غلف عاد انا بجيت اليوم جاي ونخمم والله عندي ربع ايام ونخمم نروح جا نور الدين قال لي كملها راجل كملناها رجال شوف عبد الوهاب يا فريد المخلك ليش وش نقول انا ما عنديش فريمون ما عنديش وش نقول صراحه نقول لك حاجه ديرها في بالك والله انا مش حبيت شوف ما دامك قاعد هنا مقابل الكاميرا عادي وقدام الناس اللي حاضرين هنا وخلينا نقولوا مئات الالاف اللي راح يشوفوك في التلفزيون ما دام عندك الجراه جيت قاعد قدام هادو كامل راك تحكي وش راك تحكي معناتها انت راجل انا دائما نقول باللي اول باي يديرو الانسان باش يبدل حياته ولا باش يافونسي خطوه لقدام اول باي لازم يديرو لازم يواجه روحه بحقيقته تما لازم يوقف لازم قدام المرايا ويقول انا هاوليك وش فيا انت راك واقف ماشي قدام مرايا تاعك واقف قدام بزاف الناس وهاد الناس كل واحد كيفاش داير كل واحد كيفاش يخمم انت ما حوش تفهم شنو هي الرياكسيون تاعهم شنو هي النظره تاعهم ليك وشنو هي انت خممت في حاجه واحده وتخمم في حاجه واحده برك تعتذر من باباك باي شكل كان واش راك دير انت دوكا هي محاوله للتغيير بصح وحدها ماشي كافيه واش اللي يخليك تحس باللي هاد المره راح تكون ديفيرون تاع المرات اللي من قبل اللي انت ديسيديت انك تبدل من روحك وشنو مخليك تحس باللي هاد خطره صح راك بري باش تتبدل باش نتبدل نقول لك شنو هي جبت على صوح بزاف الطريقه التالية هذه بالك بس طلع مش نتكيها تكيفاش بزاف بالك عندي قارو تاع الليل وانا كنت مدمن عليها قلت لك كاشيات يوميا من ذاك وقت خلاص ثم كرهت منهم ما يدوموا ليش وراني مقرر من هذه الليله ان شاء الله بربي نحبس كلش واسمو باباك احمد عمي احمد بون في رايك عمي احمد جالي ولا ما جاش راك متأكد باللي جا متأكد وراك مستعد باش تقابلو مستعد شوف أنا عادة دي زانفيتي ما نهضرش معاهم قبل ما ندخلو نتلاقى بهم هنا أنت تلاقيت بي قبل ما ندخلو لأسباب لأسباب أمنية خاصة المهم الحمد لله على سلامتك على سلامتك بالك هادو دي ميساج راهم جاوك من عندك ميساج هذا الاخر جاك خمس دقائق قبل ما تدخل زوج سوايع قبل ما تدخل زوج سوايع هكذاك كان بالك ماشي يخليك ما تكون معنا اليوم شوف انا ما راح نتفلسف عليك عبد الوهاب خذ راحتك ما راح ما نهضرش بالمثاليه باسكو ما نحبهاش كل حاجه عندها ليميت مانيش نقول لك انا رقد اليوم نهض غدوه نحبس كلش بالعقل أباك أفضل طريقة باش تحبس عفسي عيانة في حياتك وشنو هي؟ عمر حياتك بحاجة مليحة مستحيل هادي نقولها لك ليك ولكل إنسان ويشوف فينا إدمان ولا غيره كاين بزاف كي نقولوا إدمان ماشي غير الزطلة ولا كل واحد واش عنده إدمان كي تحب تحبس إدمان واش كان يكون؟ كي تسيي تحبس تنقص منه شت الفيد اللي راح تخليه راح يهلكك خلي الإدمان هذاك وبدا بالعقل ونبلاصيه بحاجه واحده اخرى بادمان واحد اخر بصح يكون شويه صحي بالعقل ما تنحيش ديريكت
روح معاه غير بالعقل، بالعقل رون بلاسي رون بلاسي بلا ما تفيق. الحاجه المليحه راح تلقاها تغطى على الحاجه العيانه. هي الدنيا مديوراها هكذا ونفسيه تاع الانسان مديوراها هكذا. ما تسييش باسكو اشتا داك الفراغ هو اللي يهلكك، يهلكك يرجعك تحت الزيرو. اذا كنت تشرب اربع حبات في النهار تبدي تشرب سبعه. صح. تلقى روحك ضايع، ما حش تلقى لي روبير تاعك يتبحروا لك. حكم الحاجه المليحه وسيي بالعقل، بالعقل دخلها لحياتك وبلا ما تفيق، وزيد توكيل ربي سبحانه ربي يسهل لك. بلا ما تفيق حتلقى الحاجه المليحه راهي تطغى. وكي تكون نيتك فريمون صادق راح تلقى لونتورا، ولونتوراج تاعك، لونتوراج تاعك خويا. تحب تبدل حياتك بدل لونتوراج تاعك. دوكا اذا انت ونتوري غير بالعباد اللي زدت لو كاشيات ما تستنى والو، ما راحش تبدل خويا. لازم تبدل عاداتك، لازم تبدل لونتوراج تاعك خويا. شوف انا كي تشوفوني نهضر هكذا كالم اعرفوا باللي الانسان اللي راهو قدامي راني حاس بيه. شوف انا هذا الانسان الله يحفظك، انا احبك في الله حب الوهاب الله يحفظك والله العظيم الله يحفظك. شوف انت انسان اللي راهي فيك البدله تاع الخير، وهذا البدله تاع الخير اصلها ومصدرها الراجل اللي راهو برا واللي على بالك باللي جا، هذاك هو مصدرها هذاك. شوف بابك دير فيه بالك، كنا نطيلوا دوكا كنوز الدنيا ونقولوا شوف هكا هذا الكنوز كامل، ولا هاك انك تكون فخور بوليدك. يقول لك ينعلبوا الكنوز نصح نكون فخور بوليدي، باسكو في الاخر الانفيستيسمون تاعو في الحياه كامل هذه هو انت، هذا هو الانفيستيسمون تاعو. تفكر برك باللي نتايا كي تكون بيان بيان تسمى بالطبع بابك هو اللي حيزوخ بيك. وتفكر باللي يشوف الناس ويديها من عندي ها صاحبي شوف الناس اللي راهم دايرين بيك، شوف الصحبه تاع الكاشيات، صحبة تاع الزطلة، صحبة تاع الشراب، والصحبة تاع النساء. هاد الصحبة والله العلي العظيم ما تدوم لك، ما تدومش. ونهار طيح تقدر تلقى الغريب البراني وما تلقى حتى واحد من هادو. صح صرات لي صح. روح مهني من المرة هذه، روح مهني. بالعكس هما الاولين يدوروا عليك، وهما الاولين يضروك، وهما الاولين يأذيوك، هما الاولين يقولوا واش فيك واش ما فيكش. هما الاولين على بالي بيا. شحال من واحد رمي الظهر. شحال واش نقول لك عبد الوهاب، انا اللي حاب نشوف عمي احمد. علاش تفضل خذ راحتك. اك واجد واجد على بركه الله، راح نفوح وفاض صغير جدا ونعاود نولو نشوف عمي احمد اللي عبد الوهاب راه سير باللي جا ونولو. ودوكا نروحو نشوفو مباشرة عمي أحمد إذا لبى دعوة برنامج صفحة جديدة ولا لا. لا أعطيونا تصفيقة كبيرة لعمي أحمد. مرحبا بك عمي أحمد. مرحبا مرحبا مرحبا. عمي أحمد رجلو كروشات. مرحبا بك، وش راك عمي أحمد؟ لاباس بخير. مرحبا تفضل 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 عمي احمد. مرحبا بك تفضل. واش راك عمي احمد؟ لاباس خويا الله يبارك. لاباس بخير صحتك؟ لاباس الله يرحمه ربي. الله يبارك عمي احمد. منين جيتنا؟ بليده. بليده؟ بنيتامو. بنيتامو الله يبارك فيك. الناس شحال في عمرك عمي احمد؟ عمري زي 60 يا 62. 62؟ ايه الله يبارك. الله يبارك فيك. واش دير في حياتك عمي احمد؟ عامل يومي وخلاص. عامل يومي إيه. مازالك تخدم ولا مروكوز؟ لا هذا طبيب لا تاع دخان. طبيب لا تاع دخان. معليش 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 ربي يعاون ان شاء الله. ان شاء الله بربي. عندك دراري يا عمي احمد؟ عندي. شحال عندك؟ عندي ستة. ستة الله يبارك. شحال دراري شحال بنات؟ عندي رب بنات وزوج كورة. أربع بنات وزوج كورة. وفي هذوك شكون قريب لقلبك هكذا زعما؟ الكبير المازوزي الطفلة شكون؟ الذي قاعزاز عليك. قاعزاز عليك ربي يحفظهم لك ان شاء الله. عمي احمد في رأيك شكون اللي جابك اليوم البرنامج صفحة جديدة؟ يا أخي والله ماني عارف. في منك شاك؟ بوشتك هذه الدنيا إنسان كان شباب واليوم راه كيما يقولوا في لافا. صح. في رأيك اللي جابك جابك باش يعاتبك، باش يطلب منك سماح، باش يكرمك، في رأيك علاش جابك؟ والله ما نكذب على خو. كيفاش؟ والله ما نجم نقول لك واش كاين. ما على بالكش؟ ما على باليش. دقيقة برك نسقم برك اللي زار باش يخدموها لازم. باش نفتحها عمي احمد ما تقلقش مازال سي بون. صح.
في رايك راجل ولا مرأة اللي جابك؟ الله اعلم راجل. الله اعلم راجل، مرأة ما كانش مشكل منها ولا من لا ما كانش وحده عندها سابع ولا ثامن ولا لا 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 ما كانش لا لا ها؟ لا لا الحجه ما تخليكش تدخل الدار واخيرا هو لا لا والو ما فيهاش حق الشور عندك ثقه في نفسك؟ عندي ثقه في نفسي. عيشوا حياتكم باش كي تكبروا تكون عندكم كونفيونس هكذا باللي الشور ما كانش منها ولا منها ولا لا فيها خير ان شاء الله. تحب تشوف شكون اللي جابك البرنامج عمي احمد؟ يلا اعطيونا نشوفوا في الشاشه شكون اللي جاب عمي احمد اليوم البرنامج صفحه جديده. هذا وليدي انا. هذا وليدي. هذا وليدك؟ ايه. عبد الوهاب. عبد الوهاب. في رايك علاش عبد الوهاب جابك اليوم البرنامج عمي احمد؟ واش نقول لك الله ما رضي. ولا عارف اسمع منه خير ماذا بيا اسمع عبد الوهاب علي لي صوتك وش صوت شريف وخلينا نسمعوا وشك حاب تقول لعمي احمد تفضل وش بابا لاباس لاباس يا ولدي والله غير بغيت نجيبك لهنايا باش نكرمك خير ان شاء الله والله يا بابا ما نكذبش عليك عندي 7 سنين وانا عايش واحد المعيشه ما نكذبش عليك ما نجيبش نصارحك بها ديجا تعرفني كيفاش داير كي نجي نوقف قدامك ندير يدي يا مورايا نبقى ساكت تقول لي اهدر جاوب ما ننجمش يا بابا وعندك محبه في قلبي كبيره بزاف على بال بلي انا غلطت وانت توقف معايا وتنصحني وانا خيرت طريق العوجه ما صبت حتى واحد يوقف معايا كما انتايا أنا ماذا بيا تكون عاقل وتركون ترانكيل وتهنيني وتهني روحك فهمنا؟ فهمنا سق امرك دير الفايدة لروحك ماشي لي أنا ما ناسي فيني أنا كي راني نسهر نقول على 6 تاع الصباح تقول 9 تاع الليل عليما الجنة خلاص أذيتك بزاف معايا شغل ربي يهديك يا ولدي واش نقول لك والله يا بابا تأمني عندي قلتها لك ونعاودها لك أنت ما كاش أغلى إنسان عندي في هذه الدنيا كيما تاعي ما كاش أغلى إنسان في هذه الدنيا كيما تاعي باسكو ما صبت حتى واحد في هذه الدنيا صبتك أنت أنا سامحتك يا ولدي أنا مسامحك أنا بكري مسامحك إلا ذاك ربي يسقم روحك بقى صدقني يا بابا جبتك لهذه الحصة كيف نقول لك باش نرحب بيك ما دير والو في بالك باللي أنا شغل جبتك هذه الحصة ولا عايت باش نتمسخر ولا لا لا يا بابا اليوم جيت نحكي لك من قلبي بس كون جامي جوا جهتك جامي وقفت ما نحبش نوقف في صدرك يا بابا بس كنت انت يا عزيز عليا وانا على بالي انا راني انسان صغير صاني حاس بيك انت واش عشت في صغرك واش تمرمت في صغرك انا ماذا بيني تحترمني وتحترم قال الامه قال ماشي غير انا طبعا كاع الناس كبار عليك تحترمهم تحترم خاوتك خويداتك يمك عائلتك قاع تحترمها وتحترم نفسك عشان فهمت ودير الفايده لنفسك بس الناس كي يشوفوك يقولوا تبارك الله ما انا راك مسامح يا ولدي انا قلت لك ونعاودها لك على بالي بدات غلطات بزاف في حياتي ربي يهديك
درت غلطات بزاف بزاف. ربي يهديك وليدي، واش نقول لك؟ تقول لي يا وليدي الصحبة هذه ما تدومش. خلاص راك كبير وتعرف واش شفت. شفت بزاف. طريق العوجة ما تربحت عليها وحدك. ما تربحت. غمقت فيها، غمقت فيها بزاف يا بابا. وأول حاجة بغيت نديرها هي نقابلك أنت. نكرم بيك. إن شاء الله. إن شاء الله هذا آخر مصيبة. ماني طالب في هذه الدنيا حتى حاجة. لا دراهم لا رضاي تاعك. باسكو بلا رضاي تاعك أنا ما نسواش. ربي يهديك ويهدي وأنا اللي شاء الله. على بالي بلي أذيتك. تمرمدت معايا. جرجرتك. صاب الله غير نحبك يا بابا. وتصدقني بالله يا بابا غير راني حاب نعانقك. انا كي تعاوني كي تهنيني هذيك هي المعاونه نتاعك. قال لك حاب نعانقك. ماشي هذا يدعي انك نورمال راه المشكل. عباك عبد الوهاب. نعم. عندك نعمة في حياتك. على بالك واش معناتها يكون عندك بابات اللي مستعد انه يسامحك بلا ما يعيا. الحمد لله. عندك بابات اللي عنده استعداد انه كي دير واش دير يسامحك ويغفر لك ويبقى يحبك. الحمد لله. انه يكون عندك بابات كي دير واش دير كيما قلت لي ما يرفدش يدو عليك ما يضربكش. والله العلي العظيم غير كنت ندير ديقات كبار ومع التالي يقول لي توليدي ما يجيش يضربني ولا يسقي عليا ولا يجي يهدر معايا يهدر معايا انا ما نصيبش شنو نقول له. علاه نحشم منه ما نكذبش عليك ما قادرين ندير ديقات صوالح كبار ونتعوج على الطريق صاب الله كي نوقف قدام بابا انا نطيح خاطر هو كلش. عمي احمد وشنو مشكلته عبد الوهاب؟ علاش شاك فوا يقعد يدور في نفس في نفس الدوامه يقعد يمشي في نفس الطريق؟ علاش ما قدرش يجبد حتى لدوك؟ تبع ناس ولدي هذا يروح ليا يتعب في ناس اللي ما كيما هضرنا عبد الوهاب لونتوراج صاحبي لونتوراج انتوراج ما تستناش روحك تتبدل وانت في لو ميم انتوراج اللي تعوجت فيه ما كاش كيفاش امبوسيبل بدل انتوراج تاعك خو لازم شوف عمي احمد اخوي انا على بالي بحاجه واحده باللي مادام اليوم عبد الوهاب كان عنده الجرأه وجلا هنا ويحضر معاه قدام كامل الناس وتمنيت له كان وراح تسمع الكلام اللي كان يقول فيه من قبل قال كامل عفايس العيال اللي دارهم في حقي قال لي ما خليت حتى حاجه عيانه ما درتهاش دروغيت سرقت درت كلش 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 ما دام عنده الجرأه وجا اليوم يهضر هكذا في البرنامج عارف بلي سما راهو عنده النيه باش يتبدل ان شاء الله بصح ما راحش يقدر يتبدلكم ما يلقاش الدعم تاعكم انت راك داعم ما دام راك ما دامك مازالك راضي عليه افري دير شوف عمي احمد انت انا نشوفك اب مثالي وصدقني يا شوف عمي احمد والله العظيم وربي شاهد راني نقول هذا الكلام ماشي باسكو رانا في التلفزيون ولا باسكو رانا في برنامج ولا راني نقوله بكل صدق راني نقوله بكل قلب صادق انا كي راني نشوف فيك راك تفكرني ببابا هذاك البابات اللي حتى كي يعاتب يعاتب بسكات حتى كي يلوم يلوم بسكات حتى كي يزعف يزعف بسكات يخليك وحدك وحدك الدور 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 ملي يكون صغير كان هكذا يخليك الدور 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 وحدك تفيق مع روحك بلي راك غلط شوف افريدير لو كان اليوم كي عبد الوهاب جاتو هذا الصحوه تاع الضمير لو كان يبدا يتفكر وقتاش انت ضربت وقتاش حاوزت وقتاش سبيت وقتاش تجي هذيك عزه النفس الكاذبه باش عزه النفس ماشي مع الوالدين بصح هو كي يجي يتفكر يحشم من روحه على بالك بلي دوكا كي كنت انت قاعد هنا كنت تستنى هنا كان هو لازم يدخل قبلك باش نديوك تستنى في صالون ما قدرش يهبط وانا عاده ما نتلاقاش بالضيوف هاك انت تحت دوكا شفتك تلاقى بهم مباشره في البلاطو
قالوا لي ما قدرش يهبط. طلعت لعنده قال لي مانيش قادر نقابله. انا تعرفوا شو قلت له يا عمي احمد؟ هاوليك او هو وهنا شاهد. قلت له كلمه واحده، قلت له باباك انا شفته تحت، باباك مشي من نوع تاني تخاف تقابله، تحشم تقابله وي بصح تخاف تقابله لا لا. سكافري يدير واش دار كامل وجوز له سرقك حتى انت ها وقالها واستعرف بها. شوف عمي احمد مستحيل يكون انسان سيء يجي يهضر هكذا في البلاطو، مستحيل. افري يدير نقول لك باللي البدره الطيبه تاعك هي اللي مازالها فيه. الدنيا دارت فيه واش دارت؟ واش دار عفايس عياني كامل في حياته راه يخرج فيه صح، بصح قاعده تشفع له حاجه واحده البدره الطيبه تاعك ان شاء الله. باسكو الانسان اللي في لاج تاع 64 سنه ولا 62 سنه وراه يبيع في طابله دخان ويخرج من 6 تاع الصباح ل 9 تاع الليل هذا انسان طيب. واش ندير؟ ما توكلش ولادك الله غالب. ما عنديش جهد باه نخدمها قاعد هذيك الطويبه اللي قلت لها نصور لولادي والحمد لله هم خواته تخرجوا في زوج. قام استردوا ما استردوا في زوج، الاخرى كانت ثانويه. خوه شويه عيان كبير الله غالب. ما يخدم سهاليك. والله قد بشي بشي يوم عيش وليداتي والحمد لله. عبد الوهاب واش لازم يدير؟ واش انت تشوف؟ واش تشوفوا لازم يدير باش حياته تتبدل عمي احمد؟ وشنو 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 زعما الخطوات اللي تشوف فيه لازم يديرهم؟ اوكي قلنا الانتوراج هذا الاول، يبدل الانتوراج تاعو زيد. هاي يعمل ويدير قلب يعني يخدم ينتج يعني كي يخدم يعرف كيف يصرف دراهمو كيف يخبيهم ماشي نهار اللي يخدموا له شيء حوايج اخرين. كيف؟ انا تكد عليا منك ندير له المستقبل تاعو انا ما نقدرش. لازم هو يخمم انا نمشي في 27 سنه. انا قلت له ودي انا كتاكل نوكلك هاك تاكل هاك تلبس هاك ترقد في دارك تشرب لا بحاجه ما تخصك. ما تعطينيش الشيء اللي تصوره خبي روحك. هذا السبيل دير المستقبل دير ولادك لوحدك. ما تكل عليا لا غيري. أنا إذا كان قدرت وكان عندي نعاونك، ما عنديش الله غالب، واش ما نجيب؟ هذا وجد، وعمري ما فرط لا بين لا بين ولا بين ولا خاوتي أو ولادي الآخرين، كيف كيف، كطبلة كطفل، واش صابو واش ياكلو واش، عمري ما نحفظ عليهم ولا نقول ودي حاجة مش ننصحو نقول له ودي خطيك من ذيك الجهة لكن الإنسان خطيك منه. خبي دراهمك ما تخسرش. في ديك الساعه يقول لي إيه بصح غير يخرج بدل برنامج واحد اخر. كي نزيد ندق مورا نقول لك سيد يحبس من عنده يسرح لي على واحد اكثر منه. فهمتي دوك ما فهمتنيش؟ فهمت. وهاد المره راه يقول بلي هذه هي المره الاخرى. ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديك. عبد الوهاب واش تقول لعمي احمد؟ يلا. يا بابا اش نقول لك؟ ما تصيبش بابات كما تاعي، ما تصيبش ما تصيب في الدنيا. انت هو السند تاعي، انت هو اللي فكرت الكافي، وانا على بالي بلي اذيتك وراني ندمان على كلش. هذو السبع سنين كيف عشتهم يا بابا؟ تقول بلي ها هو عبد الوهاب يخرج ياكل طول ما على بالو بحتى حاجه. صبر الله يا بابا، كل ليله خمم فيها علاش صرا لي هكذا. كنت تسقسيني كيف جاز هذو السبع سنين نقول لك والله ما على بالي صح ما على باليش كيف جاز من 20 ل 27 مانيش عارف. ان شاء الله من الفوق تعرفوا كيف يجوز. ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليك ليا. وقف عمي احمد، وقف عبد الوهاب. عمي احمد اسك راك مستعد لفتح الستار وتعطي لوليدك فرصه اخيره باش يتسقم وان شاء الله هذه المره تكون في السواق؟ ان شاء الله يفتح الستار ان شاء الله. افتحوا لنا الستار.
اروح عندي هنا وش نقول لكم؟ شوف عمي احمد هذا وليدك، الدنيا دهته والصغر غر عاش وتجرب، فعمره 27 سنه، دار 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 دار، وديكوفر بلي الحياه هذه ثانيه، وديكوفر بلي الطريقه اللي كان يمشي فيها تعطيك واحد المتعه، هذاك النهار تعطيك نهارين سمانه 10 ايام، صح الوقت عاش. هو فهم باللي دراهم الحرام اصلا يروحوا في الحرام. شوف يا عبد الوهاب دوكا راك صعبتها على روحك، علاش؟ كل ساعة تروح غير بينك وبين ولاد حومتك وداركم، حتى عيبك غير تما. دوكا الناس كامل راهم شافوك، دوكا يا تكبر في عينهم، دوكا راك كبير في عينهم، دوكا يا راح تزيد تكبر في عينهم اكثر ما تتخيل، يا راح تعاود تهبط تحت الارض. كونك راجل مع نفسك الاول، كونك راجل مع باباك، كونك راجل مع يماك، كونك راجل مع خياتك، من بعد تيك هنا راح تلقى روحك باللي انت راك راجل في حياتك. كاشيات ساهلين، زطلة سهلة، شرب ساهل، نساء ساهلين، اسهل حاجة في حياتي هي المتعة. يعني هاي تكركرك 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 حتى تلقى بلي راهي كملت معاك. كملت معاك. على البكري صاحبي راك 27 سنة، خدم، انتج، تزوج، دير عائلة. وهاد الصغر اللي عشتو كي تكبر راح تفكروا تبسم. باباك مازال حي، تندم اليوم وهو حي، كي تعيش معاه عام بالطبع ربي يطول في عمره، كي تعيش معاه بصح عام بالطبع راح ينسيك السبع سنين اللي فاتوا، صح؟ كان يتوفى لي والله العظيم تولي من الجنة ما تخرج، حياتك كامله راح يقعد ضميرك من عندك. ربي يحفظك وهاب، نتمنى لك كامل التوفيق خويا. بدلهم الفراش تاعك ان شاء الله، هذا ما كان بدلهم الفراش تاعك هذا كريم خلاص، ربي يعطيك شو بدلهم الفراش تاعك. بنا لي حاجه واحده، شوف هذه كل ما قدام الناس شت سنانك هذو اللي خلاص ما قعدت فيهم حتى حبه، راهي حبه ايه ثلاثه لا لا والله العظيم غير نبعتك انا نبعتك تخدمها. شوف تسقم برك شهور نسقسي عليك باللي راك في لابونفا، نعيط لعمي احمد يقول لي راك في لابونفا، والله العظيم غير نديك تعاود تخدم سنانك، وشوف بريزون شارج توطال تدخل سنانك جدد يللشوا داكور، ولا كلينيك راح تخدم لك سنانك راهي واجده، تفهمين؟ اوكي. يعطيك الصحة عبد الوهاب، يعطيك الصحة عمي أحمد، ونشكروا صاحبك، واسم صاحبك اللي جا معك؟ نور الدين. نور الدين هو اللي قنعك، هو اللي قنعك، يعطيك الصحة، صفقونا على نور الدين. نور الدين هاي لك الصحبة، هاي لك الصحبة، تعرف شكون الصاحب تاع الصح؟ اللي ما يبارتيسيبي معك ولا يتقاسم معك عفايس عيالي، معليش. بصح وشنو؟ دائما يفكرك بلي رانا غالطين. دائما يفكرك بلي لازم نقصو، دائما يفكرك بلي نعاودو نوليو للطريق، هو راه مشارك معاك، راه متقاسم معاك، بصح يشجعك باش تنقص وباش تحبس، ماشي كل يوم يقول لك هيا نزيد. ربي يحفظك يا عبد الوهاب، ربي يحفظك يا عمي حمود، ربي يحفظ لك كامل وليداتك، تفضلوا، بارك الله فيكم. عبد الوهاب فكرني بحمزه، كنت شفته معايا في الموسم الاول من صفحه جديده، وفكرني في محمد اللي كنت شفته معايا في اللي فات مات، وفكرني بزاف ناس اللي جازوا معايا في المواسم برامج اللي فاتوا، يجتمعوا كامل في يختلفوا في التفاصيل بصح يجتمعوا كامل في حاجه واحده، باللي هاد الناس عباك افري يدير وشنو هو الصراع تاع الانسان حياته كامل باللي يزيد حتى اللي يموت، هو الصراع بين الخير والشر داخل الانسان، كامل فينا خير وشر كامل، لازم تاكسيبتي هذاك الشر اللي داخلك، وتاكسيبتي السلبيه اللي داخلك، تاكسيبتيها وما تخليهاش تطغى. كل ما تشوف روحك دير حاجه عيانه يسي يغلبها بحاجه مليحه، والتحدي تاعك في الحياه هذه انه تطلع تقابل مولاك، واذا ما كانش الخير طاغي على الشر يكونوا كيف كيف، باسكو اذا طغى الشر على الخير باي باي. هذا هو صراع تاع الانسان في الحياه، انه الخير في داخله يطغى على الشر اللي في داخله. قصه اليوم خلاصت، حكايه اليوم خلاصت، بالنسبه لي كميه المشاعر اللي سمعناهم في هذه القصه
كبيره بزاف. قصه تاع اليوم ما استفادش منها غير عبد الوهاب، يعني بيب اللي كاين بزاف عباد اللي استفادوا منها. انا نقول كل انسان اللي راه مزعف باباه، روح عند باباك بوس له راسه ربيه، اليوم وهنا غدوه ما كاش. سقسي اللي قبلك، سقسي اللي كبار عليك، روح رديه ودير شويه ديزيفور باش يبقى دائما راضي عليك. باسكو صدقني راح يجي نهار وربي يدي امانته وراح تندم على النهار اللي هو راح وهو ما راحوش راضي عليك. روحوا عند والديكم بوسوا لهم راسكم راسهم وقول لهم بلي نحبوكم. قصه اليوم خلصت، تلاقوا الاسبوع الجاي في نفس القناه في نفس البرنامج في نفس التوقيت مع قصه جديده. سلام.